في الحقيقة يعني فعلا انسحاب القوات الروسية من سوريا أو من المناطق المتاخمة بالحدود الأردنية هو يشكل مشكلة يعني وتحدي أمني للمملكة الأردنية الهاشمية، خصوصا وأن يعني كما تعلم بأن قوات النظام السوري أو الجيش السوري إذا ما أردنا الحديث بشكل أدق يعني هي قوات مفككة وضعيفة، ويعني تحتاج إلى وقت طويل لاستعادة صفوفها وهيكلتها المتعارف عليها كجيش نظامي. لكن الآن الجهة التي تنشط حاليا وتقوم بدعم الميليشيات الإيرانية طبعا هي الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد، الذي يلعب دورا أساسيا ومهما في تنفيذ سياسة إيران التوسعية في المنطقة، وذلك يشكل تهديد للأردن ولجميع يعني لجميع المنطقة المحاذية. هي منطقة حدودية، تعلم أنت بأن المناطق الحدودية لها خصوصية كبيرة.